وتنضم إلينا من غزة نيفين سليم مراسلة الغد. إذا نيفين، رفضت القرار حركة حماس الذي تقدمت به وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وأيضا هناك ترحيب بالقرار من الجانب الإسرائيلي. كيف تبدو الصورة في ظل هذا الرفض وهذا الترحيب أيضا؟ نعم، يعني هناك وحدة في الموقف الفلسطيني حول رفض هذا القرار، هناك إدانة واسعة واستنكار واسع فلسطينيا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي في الشارع الفلسطيني. حركة حماس المتهمة والتي صنفتها بريطانيا بأنها منظمة إرهابية قالت إن بريطانيا منذ أكثر من 100 عام وحتى هذا اليوم تتخذ أخطاء تاريخية بحق الفلسطينيين، وبدلا من أن تعتذر على اتفاق وعد بلفور والذي أعطت بموجبه الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية وكانت سببا في بناء الدولة الإسرائيلية، اليوم تأخذ قرار خاطئ تاريخيا جديد وهو تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية. في المقابل تقول حماس إنها تعتبر نفسها حركة تحرر وطني بموجب كافة القوانين والشرعيات الدولية التي تنص على أن أي دولة تحت الاحتلال يحق لها مقاومة هذا الاحتلال حتى وإن كان عبر المقاومة المسلحة. اليوم بريطانيا صنفت حركة حماس بأنها منظمة إرهابية وبررت ذلك بأنها تمتلك أسلحة. في المقابل حماس تقول الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمتلك أسلحة محرمة دوليا واستخدمها ضد الفلسطينيين، فكان من الأولى أن يتم تصنيف دولة الاحتلال كدولة إرهابية بدلا من منظمة أو حزب حماس الذي يدافع عن الفلسطينيين وعن الأرض الفلسطينية بموجب كافة الشرائع الدولية. هناك مطالبات من الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة أيضا للقوى الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية لبريطانيا بالعدول عن هذا القرار وألا تكون في صف المعتدي ضد الظالم، وبالتالي الفلسطينيون هنا يرون أن هذا من حقهم اليوم أن يدافعوا عن أنفسهم عبر أي نوع من أنواع المقاومة. بعد ساعة من الآن سيكون هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية سيناقشون فيه تداعيات هذا القرار بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، والفصائل الفلسطينية تقول أنه بموجب هذا القرار بريطانيا اليوم تعطي الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، وكان أيضا من الأولى أن يتم تصنيف إسرائيل وحكومتها ورئيس وزرائها الذي ارتكب عدد كبير من المجازر بحق الفلسطينيين كدولة إرهابية. إسرائيل على مدار 15 عاما تحاصر أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، قامت ببناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية، هجرت الفلسطينيين من بيوتهم قسرا، ارتكبت العديد من المجازر بحقهم عبر أسلحة محرمة دوليا، وكان آخر تلك المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان الأخير أو الحرب الأخيرة في شهر مايو الماضي. رأينا كيف استخدمت إسرائيل عدد كبير من الأسلحة المحرمة دوليا في إبادة عائلات كاملة داخل قطاع غزة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني يرون أنه من الأولى تصنيف دولة الاحتلال على أنها دولة إرهابية والتراجع عن هذا القرار. نعم، شكرا لك نيفين سليم مراسلة الغد، كنت معنا من غزة.